هل هناك دليل على تخصيص أبي لهب بالتخفيف من العذاب؟ هذا الحديث، الله جل وعلا قال في الكفار: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. وفي هذا أن أبا لهب نفعه ذلك فيكون مخصصا ومستثنى. نعم، أحسن الله إليك. ولكن لاحظ أنه لم يخرجه من النار، ما أخرجه من النار، لكن حصل له نوع نفع فقط. نعم.